نادية هلا بلا مبالغة بلا مبالغة، أنا بالنسبة لي عندك أجمل ضحكة بالإعلاميات العربيات حتى بالأجانب يعني. يا حبيب قلبي. كي بيسكروا عيونك بس تضحكي وبتضحكي من قلبك وهيك. أول شيء تضحك ميوت، بتضحك بضحك ميوت. ميوت. إيه ما بتضحك. بس تفتح تمها بلا صوت. ليكي سؤال. نادية. صعبة عادة يعني، لو بدي ما بدي حدا يزعل مني، بس صعبة إعلامية تحقق نجومية من خلال برنامج صباحي. صح. يعني عادة البرامج المسائية هي اللي بتحقق نجومية كبيرة. طب كيف حققتي هاي النجومية؟ السوشيال ميديا شو انتو اول شيء، بعدين منين خطر لك كثير تقولي نكت، منين خطر لك كثير تقولي كوتس؟ يس. يعني اشياء اقتباسات، خواطر. اول شيء مش يقبرني الاشي اشي اول اشي اول اشي ايه اول اشي اول شيء اول شيء ايه اول شيء ايه. انا في شغله بامن فيها صراحه هشام، صار المذيعين هم اللي بيخلقوا البلاتفورم. يعني انت هلا موجود على الام تي في، الام تي في كثير قويه. هشام وجاد وكل الشباب راحوا على شو بعرفني بيلحقوك. ما هدول بحبوا هشام. هشام كان هون او ما كان هون. هيدي كلمه كبيره يعني اليوم. يعني 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 اليوم صار اصبح حجم البلاتفورم او حجم المحطه منه مهم كومبيرنج لقديش، لانه ليه؟ لانه صار البريزنتر بيقدر يحقق انتشاره على السوشيال ميديا ويجيب الناس معه على المحطه. الله عليك. هيك انت عم تقول. لانه صار في إشي اسمه للاسف هلا لهلا بسمونا الاعلام التقليدي، لقدام رح يصير يسمونا الاعلام القديم. صار الاعلام الحديث اللي هو السوشيال ميديا هو المسيطر على الحياه. بس انت دبل، انت قويه على اثنين. انا على اثنين، انا لو ما كنت قويه سوشيال ميديا انت ما جبتني اليوم. مايك. وباي ذا واي كمان انا بعتبر كمان انه انا لو مني كمان ويكابت اعلام التقليدي بس بوجودي على السوشيال ميديا ما كنت ضيعت هالقد. كمان طيب سؤال، الكوتس هول اللي بتقوليهم، الاشياء اللي بتقوليها هول، هو هيدا قرار اخذتيه ولا هيدا طلع معك بالصدفه انه حسيتي انه عم يضربوا انتهيت لكمل فيهم؟ هلا شوف، اول مره عملت حكيت نكته، هي نكته اظن كل الناس بيعرفوها، هاي النكته راحت فايرل بالعالم اللي هي العرب. وقت تذكر كنا مره معزومين ببيت هون السفير التونسي، كان فنان سوبر ستار رغب علامة، فبقول لي نادية مين هن العشر نسوان اللي بحبهم الرجل؟ شوفوا العشر نسوان اللي بحبهم الرجل مين؟ البنات، الفتيات، الشابات، العازبات، الأرامل، المطلقات، المتزوجات، النسوان، الأخضر، اليابس. زيديل عليهم جديد عليهم 12 بيصيروا 12 الأحياء من أول أول. الأحياء من أول أول. فلما عملتها هشام ما بتخيل وين ما أروح. أي. وين ما أروح نادية مين؟ فحسيت إنه طب أنا بلكي عندي أسلوب يعني تأديب عندي. يعني أنت ممكن تقرأها على واتساب تمرق تضحك تمرق، بس إنها تعلم ويصيروا الناس يبعتوها على واتساب وكذا، فقلت خلينا نبلش كوتس. طب بتحب لبنان؟ بموت في لبنان. غرامي